في اخر, آخر الزمان وهم مرتبطون بعالمنا ولكننا لا نراهم ولا نعرف شيئا عنهم يسمون بقوم ياجوج وماجوج ارضهم مجهوله لا نعرف عنها شيئا سوى انها ردمت وخروجهم الى الارض يعتمد على امر واحد وهو انهاء عمليه هدم سد عمره الاف السنين كل البشر يخشون شرهم وبطشهم وخروجهم من علامات الساعة، خاضوا حربين شهيرتين واختفوا، والآن نحن بانتظار الحرب الأخيرة والأكثر دموية بعد خروجهم. قيل يعود نسب قوم يأجوج ومأجوج إلى يافث، وهو أحد أبناء النبي نوح، إذا هم من نسل ولد نوح عليه السلام. والدليل وبعد طوفان نوح عليه السلام، قدر الله عز وجل ألا يجعل لأحد في الأرض ذرية إلا لسيدنا نوح عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل وجعلنا ذريته هم الباقين ولذلك وصف أهل العلم هذا أن سيدنا نوح عليه السلام هو الأب الثاني للبشرية كلها بعد نبي الله آدم عليه السلام وقالوا إن يأجوج ومأجوج من نسل يافث ابن نبي الله نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، ولا صحة لقول من قال: إن آدم احتلم مرة فاختلط منيه بالتراب، فخلق الله من ذلك يأجوج ومأجوج، لا دليل على هذا، ورد بأن النبي لا يحتلم. وتعود قصتهم إلى قديم الزمان عندما كانوا أكثر أهل الأرض فسادا وشرا وقوة ولا يصدهم شيء عن ظلمهم وعن ظلم من حولهم لقوتهم وجبروتهم كان هناك ملك مؤمن صالح أعطاه الله عز وجل مقومات كثيرة وكبيرة تؤهله أن يحكم الدنيا بأسرها قال الله سبحانه وتعالى إنا مك مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. كانَ يُعَاقِبُ الظَّالِمَ وَيُكَافِئُ الصَّالِحَ. كانَ يُلَقَّبُ هَذَا الْمَلِكُ الْعَظِيمُ بِذِي الْقَرْنَيْنِ. وَكانَ يَجُوبُ بِجَيْشِهِ الْأَرْضَ فِي مَشْرِقِهَا وَمَغْرِبِهَا، والمقصود انه توجه الى اقصى اتساع للارض ثم وصل لقوم يعيشون بين سدين وقيل بين جبلين وكانوا يتعرضون لهجمات بطريقه وحشيه كان هناك قوم يقتلونهم ويخربون ممتلكاتهم من قبل قوم ياجوج وماجوج فاشتكى له اهل تلك البلاد ما يلقون من شرهم وبطشهم فطلبوا من ذي القرنين بناء سد يفصلهم عن هؤلاء القوم فاجابهم الى طلبهم فطلب منهم ان يساعدوه على بناء ذلك السد ورفض اي مقابل وقال العلم الذي اعطاه الله عز وجل لي خير من اموالكم ومتاعكم واقام سدا منيعا من قطع الحديد بين جبلين عظيمين واذاب النحاس عليه حتى اصبح اشد تماسكا فحصرهم بذلك السد واندفع شرهم عن البلاد والعباد وظل ذلك السد الى يومنا هذا ولا يعلم احد مكان هؤلاء القوم ان حكمه الله عز وجل منع الناس من معرفه مكان سد ذي القرنين لا يوجد ادله قاطعه تعين موقع الردم الذي يحجز ياجوج وماجوج وسد ذي القرنين يقع حسب نظريه عبد الله شربجي الموثقة بصور وخرائط بين قيرغيزستان وأوزبكستان يشير عبد الله في كتابه رحلة ذي القرنين إلى المشرق يشير إلى منطقة تقع غربي قيرغيزستان وشرقي أوزبكستان في منطقة جبلية على الحدود الفاصلة بين البلدين في آسيا الوسطى حيث تقطن الشعوب التركية من الأوزبك والكازاخ القزاق والقيرغيز والتركمان والايغور غرب الصين ويمتد تواجدهم الى اذربيجان وشمال غرب ايران المقاطعات التركيه الاذريه وتركيا الى ان المؤكد ان صفات الشعوب القاطنه في هذا المكان تشبه كثيرا صفات ياجوج وماجوج فهناك روايات تقول انه في الصين واخرى تقول انه في مكان ما في منطقه جورجيا في جبال القوقاز او قد يكون في اعماق البحار فالله سبحانه وتعالى وحده العالم بذلك ان ياجوج وماجوج قبيلتان من بني ادم من ذريه يافث بن نوح عليه السلام متوحشتين احترفوا الاغاره والسلب والنهب والقتل والظلم من قديم الزمان وذكر بعض المؤرخين حكايات غريبه عن ياجوج وماجوج والصحيح انهم كبقيه بني ادم في الطول والقصر وغير ذلك اما عن اشكالهم فقد ورد وصفهم في حديث للنبي صلى الله عليه واله وسلم رواه الامام احمد والطبراني عن خالد بن عبد الله بن حرمله عن خالته قالت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب راسه من لدغه عقرب فقال صلى الله عليه وسلم انكم تقولون لا عدو وانكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى ياتي ياجوج وماجوج عراض الوجوه صغار العيون شهب الشغاف من كل حدب ينسلون كان وجوههم المجان المطرقه قيل وهم من البشر ويختلفون في اطوالهم فهناك من يبلغ في طوله كالنخل الطويل واشجار الارز ومنهم قصير القامه لا يتجاوز في طوله شبرين او ثلاثه اشبار من شبر الانسان العادي هم قوم عراض الوجوه وصغار العيون ووجوههم مدوره كالتروس وشعرهم اشقر اللون وانوفهم قصيره ويقال انهم يشبهون ابناء جنسهم من الترك الغتم المغول وصغار العيون ذلف الانوف صهب الشعور عراض الوجوه قيل كان وجوههم المجان المطرقه اي على اشكال الترك والوانهم وقيل ان في خلقه ياجوج وماجوج تشوها فوجوههم عريضه ومسطحه نسبيا ورؤوسهم قصيره كذلك قامتهم قصيره واجسادهم ممتلئه الا ان رجالهم شديد القوه لا يطيق احد قتالهم قيل ان الله تعالى خلق الخلق فجعله عشره اجزاء تسعه اجزاء الملائكه والجزء باقي الخلق ثم هذا الجزء قسمه الله تعالى عشره اجزاء فجعل جزءا الجن والانس وتسعه اجزاء باقي الخلق ثم ان هذا الجزء الجن والانس قسمه الله تعالى الى عشره اجزاء فجعل جزءا الانس وتسعه اجزاء من الجن يعني الجن اكثر ثم هذا الجزء الانس قسمه الله تعالى عشره اجزاء فجعل تسعه اجزاء ياجوج وماجوج وجزءا واحدا بقيه البشر ولا نعلم كلاما صحيحا عن هذا ولكنه كلام لبعض العلماء قالوا وان ياجوج وماجوج يعدون بالمليارات اعداد لا تخطر على قلب بشر دليل على كثره ياجوج وماجوج كما قال الله تعالى حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون يعني من كل مكان ياتون واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا ويخرج قوم ياجوج وماجوج بعد هدمهم للسد الذي يفصلهم عن العالم بعد انتهاء القتال مع المسيح الدجال فيخرجون وينشرون الفساد في الارض فهم ياتون على كل اخضر ويابس بسبب قوتهم وكثره عددهم حتى انه لا احد يقدر عليهم وفي هذه الاثناء يوحي الله تعالى لسيدنا عيسى عليه السلام بان ياجوج وماجوج قد خرجوا وعاثوا في الارض فسادا وانهم ياتون من كل مكان حتى يتحصن منهم نبي الله عيسى عليه الصلاه والسلام والمؤمنون معه، فيذهب عيسى عليه السلام بصحبة المؤمنين ويجتمعون بجبل الطور بحماية الله عز وجل، ويستمر قوم ياجوج وماجوج في السير في الأرض فسادا، وقد احتمى منهم المؤمنون جميعا في حصونهم، فلا قدرة لأحد عليهم، ويستمرون في الفساد والخراب، حتى إذا مروا على نهر ماء شربوه. ويمر الباقون منهم فيقولون لقد كان هنا ماء وهذا من المبالغه في اظهار اعدادهم وكثرتهم ويغلبون اهل الارض فيقول قائلهم هؤلاء اهل الارض قد فرغنا منهم ولننازلن اهل السماء حتى ان احدهم ليهز حربته الى السماء اي يصوب الرجل من ياجوج وماجوج بسهامه الى السماء فترجع وتعود السهام مصبوغه بالدماء فتنه من الله عز وجل وبلاء لهم فيقولون قد قتلنا اهل السماء يقولون ذلك افتخارا وتكبرا ثم يرسل الله تعالى فيهم دودا وتتسلط على اعناقهم حتى يقتل الجيش كله في الوقت نفسه وينزل المؤمنون للارض فيجدوهم موتى قد ملات اجسادهم الارض من كثره اعدادهم وبعد ذلك ينزل الله تعالى المطر فيغسل الارض منهم ويعم الخير في الارض وتخرج الارض خيراتها حتى لا يبقى فيها فقير او محتاج ويتقاسم الرجال الفاكهه من ضخامتها وتستمر بها الحياه حتى تاتي العلامات الكبرى الاخرى فالله اعلم بما يكون من ذلك ونسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من اهل الجنه وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته هذا والله تعالى اعلى واعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين دمتم في رعايه الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته